النقطة الأولى الأساسية هي قضية الموضوع للحادثة اللي يتكلم عنها هذا الأستاذ المصحح والفقيه كما يقولون نوح، ونختار نقول فيها رأيي، مع أني رأيي قاع نفس الرأي اللي عندي، أتقاطع الأفكار والآراء والتحاليل مع الإعلام المتميز سلطان البان، وفات عدل مباشر سابقي أنا شافوه عشرات الآلاف من البشر، ونتقاطع في ياسر من النقاط. قال لعله يشكوا واحدين لاني ساكت عن الموضوع، والله اني عالم بروايه جاحد عن الناس، والله ما ابي نتكلم فيه، والله هو ما في اي انسان مسلم صحيح الاسلامي والله صحيح الايماني يتقاعس عن نصره سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لانه هذا امر من الله. يا غير نحن كطامحين للشأن العام عندنا نظرة تختلف عن نظرة عامة الناس، ويجب أن تكون لنا نظرة ثاقبة والأمور نخرصوها من بعيد. لذلك نعرف ما يحدث في العالم، نعرف ما يحدث في المنطقة، وشفنا ذا اللي يخلق في موريتان وذا اللي ينسكت عليه من الباطل. أنا نعود متأكد لأن الورقة إنها كتاب الطالب وإنه عمل مقصود من أحد الطلاب، لنعود مقتنع بالقصة، فهذا الطالب يقتل حسب الشريعة. ما قادر هو من وما معروف كانوا طالب ولا طالبة، ما معروف كانوا أبيض ولا أسود، وما معروف هو شنو، هو ما تركيل ورقة وصحت ونجبار في هذا. يا غير مالي في نفس الوقت إنسان يطمح رئاسة دولة، يا الله ينظر الأمور الأعمق ويخرص الأحداث ويخرص تتابع الأحداث ويخرص المغزى من النوع من الأمور، المغزى من النوع من الأمور وش مديور منه. أولا هو واضح لأنه القضية مقصودة، ما هو من فعل فاعل إنسان، واضح لأن القضية مقصودة والمقصود منها ذا اللي وصلنا لورك هو ذا الاحتقان، والمقصود منها على أن يصل العالم الغربي على أنكم أنتم تحاربوا نحن وتقولوا علينا نسيء في الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نخلي الناس تحرق القرآن، وأنتم قاع بلادكم راعي ذا فيها، ذا هو القصد، ذا هو الهدف واضح. وأنا القضية واضحة لي دائما نقول لكم، هذا من حادثة أكل المصحف وشهيد المصحف زمن عبد العزيز، وأنا دائما أكرره عليكم ونقول لكم، نقول لكم الأمور تتكرر ومقصودة. اولا الاحداث تتابع الاحداث شنو، كما قال الاخ انا لين علوم اللي عليكم تتابع الاحداث، على انه نحن ما لنا فتره كنا نتكلم عن المدرسه اللي نشرت ذوك الالوان الشواذ او الوان قوم لوط، وقال عنهم ما قصدهم بهم انه كذا وكذا، ومعروف على انه الشعر معروف انه معدل في العالم، ومعروف على انه عاد الوحده مظاهرات في المغرب وعد المظاهرات بعض الدول اللي ينقال عنها دول إسلامية، وذا مقصود، وهذا وراء السفارات. أي مادة تعدلوا عندها علاقة ببعض السفارات الخبيثة أنا ذا ماني جاحد، وتعاديني بعض السفارات. مرحبتي سلطان، أخيرت بيك، مرحبا. عجبك مشيت لي إنفيتاسيون سيم ريسبونس. سبحان الله نفس الشيء يعني نفس الشيء. لذلك نختار هو خالق رواية ماكم ياسم الناس يندفع عود ما وفاطم لها، ونعقبه ما نعرفه ذا من معدلو. نحن مهم عندنا عدلو، يقال من أجل نعرفه ذا اللي معدلو لابد نخلو تحريات قانونية وبحث، لأن هذه جريمة. الكلام السيء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم جريمة، وأنا متأكد أن ذا عنده علاقة بالشذوذ، وعنده علاقة عنده علاقة بقوم لوط، وعنده علاقة بذا كامل، ده متأكد منه، ما دخلني في الشك على ذي الورقة، انه لا يقولون انتم ذو نهارات هاجمتوا المدارس الخصوصية والدور المدارس اللي ذيك الفاتحة الروسية والأوكرانية والفاتحين الفرنسيين والفاتحين الناس تحاربهم ودورهم وتسلطوا عليهم الأضواء وفطنتوا لهم الناس. نحن الصلاة لين نضربوكم في تعليمكم انتم العام، من الساعة اللي عاد خالق الباكالوريا وخالق كونكور ما قد خلق شيء ذنبته نهائيا. لماذا خلق في ذي الفترة؟ ولماذا خلق في ذي الزمن؟
لماذا خلق في ذا الوقت بالتحديد؟ هذا ما هو بريء. لذلك أنا قلت اعلنوا يجب توخي الحذر والكياسة إلي نعرف بدل من قيس ورقاش يعود قاع ما عنده علاقة بالأمر هو يقد يعود ذا ما تركي للدائري نتوما يقد يعود ما هو ما تركي للتلميذي اللي مخصوص به ولا والله ما تركي للتلميذية المخصوص بها. عرفوا اعلنوا النظام المخابراتي في العالم نظام خطير وعرفوا اعلنوا فيه واحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ذوكما انكتلوا معروف عليهم جواسيس كانوا يجسوا للغرب وكانوا يجسوا للموساد ويجسوا لياسر مشي معناكم لا تعودوا نينين قال لكم رقاش علينا فيه مؤامرة والله علينا فيه أنه يحاول الشعب أنه تخلق فيه مشكلة وتخلق فيه بلبلة وذا كان المقصود منه يا كان يعود مقبول عند الناس علينا أنه يقد يصح. لذلك نحن كنا نختاره علينا الأمر يخلي ويعدل في تحقيق هنا نعرف ذي الواية شن هي لكي لا نرمي بريئا. هو ذاك عاد 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 تلاميذ باك كامل متهمين هو الناس كاملة عاد متهمة عاد أي إنسان عاد الباك متهم بالقضية. فهذا ذا هما اللي دورهما تشكيك في التعليم تشكيك في العقيدة تشكيك في الروايات يدوروا نحن نوحلوا ذا ونقوم الرصف ونقوم نعيطوا نحن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا هنا أمريك نقول لهم طز وبايدن نقول له يخزيك الموضوع ورأينا اليوم كاتبين لهم كاتبين اليوم عن جنين وفلسطين ولا قادينا في فيسبوك لبلوك كونتاتنا لما أننا مرقين في شيء ولأننا خايفين يقيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أمرها بالحذر وأمرها بالفطنة وأمرها بالقسط وأمرها بالقوامة ولا يلدغ مؤمن من نفس الجحر مرتين. معناه أن الناس لا بد أن تتكايس. سابق ما قمنا حكمنا على أولادنا وحكمنا على بناتنا وقمنا نسلطوا وقمنا نقولوا هذا بهم قايسين أمريكا وبهم قايسين أوروبا متلاهم نقصوا من قيمة مواطنينا ومن قيمة أولادنا ومن قيمة تربيتنا ونتهموا وبدأ نتكايسوا بعد قاعدين نعرف الرواية لأنه هذا والناس يدوروا ضربوا بعضنا ببعضنا. لا تموت ما تخموا فينا نعرفهم أنا عشت في الغرب زايد 20 سنة نعرفهم ونقول هالهم وهم من روسهم مواطنين هم يقولوا هالهم وسياسيين هم يقولوا هالهم يقولوا هالهم والخزو منتشر. فلذلك أنا اللي متأكد منه لأنه ذا عمل مخابراتي وهذه النقطة أنا أتفق مع المحلل والإعلامي سلطان البان هو الوحيد من الإعلاميين اللي تطرق للرواية وتكلم فيها. لماذا؟ لأنه هذه الحقيقة هذا نظام مخابراتي قيل مخابرات الدولة تعد مخابرات وذي نتحدى فيه الرئيس الغزواني نتحدى فيه أي رئيس قسم مخابرات في موريتانيا سواء مخابرات عسكرية سواء مخابرات مدنية هي عسكرية ذات طابع مدني لأنه ذي المخابرات رؤساء المخابرات ومكاتب المخابرات أكثر مادة يلقاوها السفراء والسفراء أكثر مادة يجبروها المخابرات لأنه عمل السفراء قاع الغربيين عمل قاع مخابراتي في الأصل هم مخابرين يجيك واحد انه سفير وينقص وذا مستشار قال هم لاش المخابرات وظيفتهم هما قبيض الاخبار وظيفتهم هما التجسس حتى امريك واوروبا كلها يجسس على الاخر وكل مره مكروت جاسوس المده مكروت. معناه هذا الغرض من شنو لان موريتانيا قال الجمهوريه الاسلاميه سابق موريتانيا قال الجمهوريه الاسلاميه. لذلك نين يقوم حدث دائما نين يقوم حدث عالمي ويعود فيه عنده علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا عنده علاقة بالمصحف تقيم مشكلة موريتانيا. لما هي أول مرة تقريب خرسوا التواريخ والمخيطير المخزي نين انطلاص ما تعرفوا أول رقاج دون على طلسطو ما زالوا بعد شيء يقال أول رقاج دون على طلسطو والمخيطير أول رقاج كتب عنها نائب الرئيس الأمريكي نين تعرفوا عن ده ما فيه براءة السفارة ما هي بريئة والخارب ما هو بريء مثل والمخيطير النهار اللي انطلص فيه احنا ما بنعلمنا انه انطلص ذات الحكومة قالت عنه انطلص اول اللي انا بعد اول رقاش علمت بانه ذيك ساعة انطلص عن طريق مايك بينس فايس بريزيدنت اوف يونايتد ستيت عن طريق نائب الرئيس نائب ترامب قالوا مايك بينس راح يكون مترشح على الرئاسية المخزي هو الاخر ذوالي كاتب تدوين على تويتر كاتب فيها اليوم خبر سعيد والمخيطر انطلاص. لماذا خبر سعيد عندهم؟ نين عود ما عنده علاقة بعداء الإسلام والغرب لماذا ينطلص؟ ومنضغط على الحكومة الموريتانية ومنضغط على عزيز من رأسه الرئيس عزيز وراني مستني أتكلم على قضيته هو من رأسه قعد واعترف بأنه جاء واحد من إيطاليا وقال له ذا منادم لا ترسولي
مين يجيني إيطالي والله فرنسي والله أمريكي يطلب مني نطلص رقاش سائل للرسول صلى الله عليه وسلم، نقفر عليه هو من راسه، نقفر عليه ونشده 100 جلدة على المؤخرة، نين نعطله ما أنه ما يرقب شيء. يا قيراش خلق في تساهل، في تساهل الحكومة، في ضعف العمل المخابراتي، ما يعرفوا المسائل تندس للدولة، ولا ذا اللي يندس لأولادهم، ولا ذا اللي يقرب المدارس الخصوصية، ولا ذا اللي يقرب المدارس الأجنبية، ولا ذا اللي يسبون فيه المنظمات الحقوقية، اللي يسبون فيه من الضغط على أولادنا في الخارج. حين ذاك الآن يتكلم واحد من أولادنا يقول له أنت موريتانيا، موريتانيا ما لم يبيعوا العبيد في المرصة، ما لم يديروا فيهم السلاسل ويبيعوهم، وما لم اللي عاد هو اللي يقولوا عنه. إذا جاوكم أنتم وقال لكم ام سي سي وقال لكم بنك مونجال واف ام اي وقال لكم خلقت كرواسانس شكروكم، هما يستغلوكم، يستغلوا زين عندهم موريتانيا في هذيك الإسلامية، ذيك الإسلامية اللي فهم هي المغزى عندهم. لا يقولوا شغل المسلمين يعدلوا، شغل المسلمين كذا، وموريتانيا فيها الإلحاد وفيها ملحدين، والقوانين ياسم القوانين وقعت عليه الدولة قوانين قام محاربة للإسلام، ياسم القوانين وميثاق حقوق الانسان والعياط، هي قوانين ضد الاسلام كاع، ضد الفطره، ضد كلام مولانا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مقاين حكومات موريتانيه. وهذا ما هو جديد، لا تجنوا روسكم، لا تجنوا روسكم، هذا ما هو جديد، هذا عمل مخابراتي، دخلوا فيه عزيبات، دخلوا فيه قراس، دخلوا فيه شبان، رجال كبار، عمل مخابراتي، والغرض منه ضرب الدين، والدين مضروب من ملاذ موريتانيا. هو ذاك قاع كأنه ذاك عاد في صحوة إسلامية في موريتانيا، من الزمن عاد في صحوة إسلامية، من مجيت الشيخ محمد حسن والددو وسابقوا الشيخ والسيدي يحيى وذي الجماعة وذي الدعوة، عادهم صحوة. هو كان العكس، كان لا الخوارج وراء المجرمين. ثم تقدوا تنكروا الناس اللي عاشوا فترة الثمانينات والتسعينيات، يقدوا ينكروا لأنك تعود واحد الجموعة أكبر من سيد موريتان، من سيد السعودية، تقول أنتم من سيد الجامعة، كنت تعود قايس وسابق توخالي، تعود جايتو من جيت الدشرة، توخى على السينما هين، المنى والوازيز، وأنت واحد المسيد، ما بينهم عام شيء، تحكوا يحكوا ذنين من المسيد، وتوخى عليهم معلقين عليهم البوستير اللي عليهم العليات مجردات ومتفسخات، ونهار فيه فيلم قاع فيه الخزعبلات والخرامز، وفيه النخلة، لا قاع نهار ناس ترنقي قاع تحصر، لا كامل يراعوا فيه. الحكومات ساكتة عنه، والإجرام منتشر في موريتان، الحكومات ساكتة عنه، والدعارة منتشرة، والقمار منتشر في موريتان، كامل منتشر في موريتان، جرائم منتشر. قال لماذا؟ لأنه المريوخ يظهر بالمسلم، لأن المسلم ضعيف ولا عنده ثقافة، المسلم ما يعود مهندس رياض ولا يعود خبير الرياضيات ولا خبير بالفيزياء، يلا يعود مسخ ويلا يعود يبول على الحيوط ويلا يعود بلا كلمته ويلا يعود ما يتكلم اللغة، ونين عود ذاك نبتو والله عود قال مات المسلم، يروق يعد المسلم انه شخص بدوي. ويوسف صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجكم من البدوي، معناه انه البدو ما هو شكرا، تبدي عيب، معناه المسلم يعود مسلم قوي، قال عود مسلم فاطن، يظهر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا الله يعرف هو في اي نوع من العالم، العالم واضح، ثم العالم تخيلكم له العالم ما هو خالد، يقول لك واحد العالم كبير، ما هو العالم ما هو خالد، ذم الملايير ما هو خالقه، الأرض كوكب صغير مقارنة بخلق الله تبارك وتعالى، والعالم ورا عالم موريتانيا وعالم ما يجري فيها، فهذا نختير اللي نختيرونه. الدولة تقاعست، هو واضح لأن نظام مخابرات الدولة واضح لأنه مخترق، واضح لأن ذم واحدين أولوياتهم هو حماية الدولة، واضح واحدين يشتغلوا يقلبوا يدوروا الحروب، يدوروا حرب بين موريتانيا ومالي، واحدين يدوروا لنا حرب بينهم مع المغرب، واحدين يدوروا لنا نزاع، يدوروا مشاكل مع السنغال يقولوا ما يدوروا مشاكل، كيت واحدين فيهم هما يقولوا عن قاع الغاز اللي لهم هما بارضهم هما وماهم هما ونحن قاع ما يلا نحضروا فيه، ها تاع الشعبويه ويحارب الدين. لذلك يلا الحكماء والعقلاء في الدوله سواء كانوا ضباط سواء كانوا في نظام المخابرات، يلا يعرفوا ذلك يخلق هذا خطير، مدن يتعود محاربة في عقيدة هي شو قالها، هي موريتانيا تعود مع عند عقيدة شو قالها، ما بقالش يا قيري ملي، يلا ملي خارجين بعض من المسؤولين هم اللي باسوا للقراي والله ذي الأستاذ المصحح
لأنه يمشي للمشي بير يتلاو يستنقصوا منه وتلاو يهدوا لما يتواسع ولا كلني نعود مسؤولي. أول شيء يتعلم تهديد الناس، نقبل بالشور نتكايس معه بالشور نقول شوف لين نقبل الأمور القانونية ولين عدل الأمور ما نهدوه ولين نقوم نعدل لكن نفسهم هاش من الناس مولي فيسد هو رقاش عنده الوسيلة الوحيدة في التعامل مع المواطنين، تعامل مع أستاذ 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 يربي أجيال لين يعود وعامل باحتقار دوري يقوم منه ياسر، هذا هو اللي يؤدي للإرهاب ويعود رقاش متشدد ويؤدي لياسر. مش الناس اللي تكايس معنا ما يدخلونا في ذو المشاكل المتهد، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية نبغى نقدمه نصيحة لأخوتي المهاجرين، نبغى نقدم نصيحة لأنهم للأسف الشديد خالق خطأ يوقعوا فيه الناس الجاية جديدة خطير، والخطأ يقدر يتسبب ترحيلهم أنا شفت مرات هاو التركة الصغار اللي على أجهزة تيك توك وغالبيتهم على تيك توك وغالبيتهم على فيسبوك، يقبل واحد هو ما ذات عاد عنده أوراق العمل ويقعد يقول أنا راعي قاعد نقربو تيجي نشتغل ويفيلمي هو راسه إنه يشتغل ويقول الناس أنا نشتغل ونعدل مو كذا، هو من راسه يدون دليل يجرمه، هذا ما يتواصل ولا عدل واحد ولا ذي لا عدل ياسم الخلق عدل لكنه قاعد أنا نعود في بلدي أنا عرفني مخالف القانون ما نقبل أنا ونفيلمي دليل ضد راسي أنا يسترني مولاي نمشي أنا نضح راسي. إيه إلى عاد ذي الناس اللي في أمريكا ما قال لكم الحقيقة يقول لكم على إنه رقاج نين يعود يشتغل شغلة غير قانونية ما بات عاد عنده الحق جريمة مولاي ما مخلص القاضي ملفه ولا مخلص أدلته لا هي جريمة يجرم عليه القانون وفتنا قعدنا لكم هون ونصحناكم رقاج يشتغل شغلة ما بات عاد عنده إذن عمل لا ما يلا يصور راسه ولا يلا يقعد في متجر يقول أنا راعيني نشتغل طفل ذو نهارات تقولوا له شو يقول هو مسمي راسه يقول راسه غير الموريتاني وعاد مسكين لا قاعد ما انت حالك تجبرت وقت العمل عاد لا قاعد على لايف ويقول انا راعي نشتغل وانا راعي نعدل وانا اعدل وتواحد نهارات شد اخبار ويقول مشيت قلت واحد وقال واحد يعطيني 1000 وواحد يعطيني 1200 وواحد يعطيني 500 يا بويا يعطي كاع مليون يا قير انت ما فات وعاد عندك اوراق العمل هذا قد يستغل ضدك هذا قد يستغل ضد اوروبيين ما هم كاع موريتانيين اوروبيين فات أمريكون في محاكم قبلوا أوروبيين واخذوهم فيديوهاتهم قالوا هذا فيديوهاتكم راعين في فيسبوك راعين في تيك توك راعين انتم ما عدلتوا ما هو كذا وكذا واشتغلتوا بدون قانون وأمريكا محرم عليكم أوروبيين صاعون أنا ذو نهارات وهي القصة يعرف ياسر الموريتانيين في أمريكا يعرفون ذو نهارات في شخص موريتاني عنده الجنسية الأوروبية واحدة من دول أوروبية كان يشتغل هنا في مطعم قاعهم وحاله سات الرأس ما سامي رقاش هو ما سامي رقاش تمونين واخذوا له فيديوهات واخذوا له فيديوهات لماذا تعرضوا رأسكم للخطر حين نقدم لكم نصيحة لا يقولوا لك واحد انا بهم خايبين يضروا لكم ضروا رقاش حين ندوركم انتم تأمنوا رأسكم ايه هم اللي انتم تعدلوا رواية يشكوا واحد ثاني لان رواية طبيعية يجي هم اللي يعدل انت ما عندك اذن عمل انت ما عندك اذن عمل أمريكا تعرف أنه فيها 12 مليون undocumented إذا الحكومة الأمريكية تعرفوا تعرف أنهم فيها 12 مليون ما عندهم متواطر عمل وتعرف أنهم يشتغلوا يا قير ما هم ماشيين يسجلوها ما هم ماشيين يعدوا فيديوهات ضد الرسم مناهم من الدنيا لا رقاش يقبل هو في الميراس وعدى دليل راسه لا يأخذوه له تشاكي عنهم تشاكي عنهم صار يجوهم تلفونك تطرحها في زر تلفون واحد من المخابرات لا يهز تلفونك المعلومات كاملة فيها يجول تلفون ناس بلغوا درجة من ذلي تكتشفون ثم الواحد منكم يقعد عنده تلفون يقعد يقبل تلفون جديدة ما لقد يحول معلومات وفر لا ببلوتوث يحول معلومات من تلفون شال الأخرى والأخرى يمسحها ما تلي يبقى بيشي ثم لكم تعدوا في نقطة ساخنة هذا صاي عدل واحد ينقع لا يقدر في زرك يهز تلفونه يهز معلوماتك كاملة انتم متابعين انتم شك عن امريكا ما يتابعتكم شك عن قيلتكم انتم ادله ضدكم فانتم قاعد تعودوا انتم مجازفين بحياتكم ومجازفين مستقبلكم متحدين انا قاعد قابلها اي قير لا يشوفكم واحد ثاني يشير عنده 18 19 سنه كيف يجي لامريكا والله واحد ثاني من الباديه يقول انا شفت فلان يتكلم عن العمل وذري يدخلوا نهارات واحد يشرح لهم يقولوا ما انا راعيني كذا والناس منشقه يا اخي اذا تقول لاصحابك في جروب امبيركتو
تقد مشي بريفي يقولهم يا اخي، لا تقولوا على العام، لا تقولوا على العام بلا عقب يضر بيك. هاي نصيحه اخترت مقدمها لما عاد يعرفوها. النصيحه الثالثه، الامر الثالث اللي نتكلم فيه هي قضيه الرئيس السابق والعبد العزيز، محمد والعبد العزيز. شفنا الناس يقول لي انت ما فهمنا موقفك، انت ذا الراجل كنت ضده ودعيت عليه وقسمت عليه وحلفت عليه. انا العدت قسمت عليه والعدت حلفت عليه والعدت دعيت عليه، لا على اساس اجتهاد مني انا، لانه في ذيك المرحله اللي حاكم عاد درشي خاسر. يا قايرينين نشوف القانون يرتوى ترتوى رقبته ونشوفه يستقل نقبلها. لما هو قال لي مولانا قيس صورة التوبة، كونوا قواميناش بالقسط، هذا هو أمر الله تبارك وتعالى. معناه أنه نين نشوفه ينظلم نسكته، والعبد العزيز اللي معدل لدارك ظلم، هذا ما طلعت محاكمة، راجل لا مكروت ومع مكروده معاه مدة يعيط لهم أن لماذا هو مدة تعيط لها متامة تعيط لها تسمع أقوال تسمع قضاة ما تقرأ رواية ولا الاتهامات وكل مرة موخر ملف كل مرة موخر مرد شمولي ما هو مقنع. قلنا لكم الراجل نين يعود القانون الدستور قانون مكافحة الفساد وذفر والأمور اللي وقع عليهم اللي نحن قريناهم اللي نعود ما فيهم القوانين واضحة في قضية تلقي المال من الخارج واضحة انقدوا اذا يوضح ان قال عنه مخالفه قانونيه ومال الدوله تاخذه وماله يعطى له تو في الروايه من اجل موريتان من اجل مصلحه موريتان. يا غير ينقبل الراجل ما انطلص هو لا يعود للمتهم به، اطمن المتهم به ترامب. ثم اتعبوا انه ترامب متهم بعلنه انه خلى الناس تقتل الكونغرس. تعبوا انه مات المتهم بهم. لا تعرفوا ولا ما تعرفوا. كانكم ذي روايه عالمين بها. ان دونالد ترامب اتهامات الموجهه له اخطر من اتهامات الموجهه لعبد العزيز، والناس عندهم عليه الادله. يا اخي ذاك هو مطلوس، ذاك هو يتكلم الراجل لا كاردينو لا حابسينو، هذا ظلم. المساله المالية اللي تكسح على انه الناس كامله اللي اصلا كانت معاه وتشتغل معاه متواليه الماليه ومتواليه الاراضي ومتواليه جميع الصفقات المتهمون بهم، لكن يا قاعد عينة وزارة. فهذا ازدواجية بالمعايير، هذا يفقعنا. نقدر نعود كن انه ضده هو زمن وحكمه عارضنا السياسات عارضنا اتفاقيات عارضنا روايات، يقدر يجتهد فيهم ويخطي. نقدر نعود نحن اللي مخطئين، ما فر علينا كل شيء عارضنا فيه يعود عندنا فيه الحق. نقدر نعود عارضين في رواية قاع ما فيها الحق، عارضناه على الظلم انه ظلم مدة. يا قير نين يظلم هو، نقبل وائل نقولوا نحن ننتقموا منه انتقام، ما هو ذا الدولة تمشي على القانون. لذلك ماني شايفهم وجه قانوني، ماني شايفهم من حق عند الدولة أن تتم الراجل قافلة عليه. ولا نجح دينا عنكم، ولا معنى أن نجروا راه، ولا معنى أن نبين مع العمليات ولا نشدوا مع الأخبار، معنى أن واقفين مع الحق. ونين تتم الدولة قافلة عليه، دورنا عقبو نتخطاو ذي المرحلة ونوقفوا ونجر موريتان ونتحركوا في قضيته. معنى اللي نقبلوها؟ لانه نين يقع الظلم بهذه الطريقه على رئيس دوله ورئيس سابق مسلم الحكم بهذه الطريقه، معنى الناس كامله، معنى اذا ضرب الامام خاف المؤذن، اذا ما هو مقبول. هذا ظلم بين ولهنا لا يسكتوا عنه. وهذا لا ينتقص ان قطينا قبضنا موقف ضده، قبضنا موقف ضده هو موقف قوه وعنده السلطه وكل شيء قد يعدل. يا قير نين نقالنا على انه لا يحاكم من الدوله، قلنا مولي اوكي زين عندنا. يا غير ما طلعت محاكمه، ما طلعت محاكمه، وهذا لا ينعلوه ولا ينقولوه ولا نختاروا مولي لا يشكر قاج بالانسان اللي يغروا السلطه ويغروا الجبروت اللي شك عنه ما يقدر يتحق ولا يقدر ينسمى، وان الامور لن تتغير هي لو دامت لغيرك لما وصلت اليك. الناس فيقوا مولانا ما ينعت للقوة والجبروت، مولانا ما ينعت للظلم ولا ينعت بعلن رقاش. أنا عندي القدرة على أني نعدل ونظلم ذو ولا قادر في القانون ونروي القوانين ونروي، ولا قادر في المحاكم ونعدل نبقى نعدل، لكن ما ينعت لمولانا ولا ينعت مولي للرجالة مع أننا قابلينه.
عرفوهون إن ما أنا قابلين ليعود واضح لكم. هذا هو ظلم بين. الراجل يا الله ينطلص ويحدوا له محاكماته، يحدوا له لوائح الاتهام وينطلص، عنده الحق ينطلص. هو ما فات ثبتت عليه جريمة، والقانون مبدأ في القانون متهم بريء حتى تثبت إدانته، وما بتثبت شيء. نحن عارضنا وقلنا 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 يقال نختاروا كل شيء بالقانون، ما نختاروا يتم هو مكرود ملموم في دار ما يجبر أهله ولا يجبر ناس حرام شرعا. ذا مولي شوين وذا مولي ما هو مصلحة موريتان، ذا ما هو مصلحة موريتان. احنا فتنا قلنا مرات وانا فتقت رأيي قلت عنه ينين عود زمال ما هو مستحق ينقبل بعد منه. قال ما زين عندي لأنه رئيس دولة أول رئيس منتخب يسلم الحكم طواعية، ما زين عندي يعامل ذي المعاملة بيدي. ماذا؟ لأن المنافقين مازالوا فهم، الصفاقة مازالوا فهم، والناس الدول العميقة مازالت فهم، ونيت لذا يمشي دور يقول له عد المندات لهذا. هو ما لا يعود أكثر ديمقراطيا من عبد الله يود. عبد الله يود يوفى منده الثاني، عد المندات الثالث ومات لدمية، هو اللي جاء ماكي صال هذا وقلبه، هو يدور منده الثالث ذات مات الرجال السنغال خلا، وعاد هو اللي ينقص الحكم. كان 7 سنوات نقص شهور 5 وراي، وقبلكم اول ناس وقال لكم انه ما مترشح. لماذا؟ لانه يدور حافظ على الدوله، ما يدور الدوله عميقه تما، ولا يدور اراقه الدماء. ثم بدي الطريقه اللي معاد الحكومه معناه ان ذي الناس قاصده لو تختار عبد العزيز وعامل المعامله. يا كان غزوان الى عدد زين مانداين قالوا اها انت هو الذي اخرجتنا من الظلمات الى النور، ويقوم يعيط وينقال اها لا تتحرك. وهو مالي مين يعدل؟ ما تلا فارس مده ثانيه يتعدل ذا، لانه لقاش مين يراقبه القانون. دور تشوفوا الناس من حبر حفره لاخيه وقع فيها. نحن ما نختاروا يخرج بالصفه، نختاروا الذي لدميه ذي الكوله جزاهم الله خير، نتواعدوا معاهم، ما حبسناهم ولا حبسونا ولا عادوا بينا معامل مشاكل. عندهم برامج فشلوا فيها ما قد يعدلوها، تفهم الدوله ذاك يا برامج فشلت فيها، فشلوا في التعليم، فشلوا في القطاع الصحي، فشلوا في البنيه التحتيه. نختار مالي رواي هم نقول الموريتاني يفهمون. هذا من العياط لا كلمه كلمتين يقولوا جسر الساكن. موريتان ما يفاصله في جسر الحي الساكن، ولا يفاصله في جسر مدريد، ولا جسر باماكو. موريتان ما فات عاد فيها من السيارات ومن الخلق اللي محتاجه قاع جسور كافيه. شين قالوا راند اباوت لا نعمل لي كارفور وتنظم هي الطرق وتوف الناس هيك عايشه ماشيه بدون جسر الساكن. وكان كارفور بامدي هو اكثر اكتظاظ، وذيك الناس لا تخاف تمشي لا مد قاع تتمدن ويطبق عليها القانون. منين يطبق القانون؟ ما لا يكتظ قاع، ما لا يكتظ شيء. واذا اوقات الاكتظاظ يخلقوا في العالم فر معناكم قاع الشاحن انتم فيه وذاك وعدل. اذا ما عاد قاع ما مهم، لا اولويه، الاولويه للمواطن الموريتاني لانه ياكل ويشرب ويعود سكنه زين، ويعود عنده الكهرباء ما ينقطع عنه، عنده الماء ما ينقطع عنه، ويقدر يقضي فريجيدير، ويقدر يقضي كليماتيزير، ويقدر يسحم مرتين وثلاث مرات في دوشه، ويعود عايش، ويعود عنده دي تروتوار يقدر يقطر عليهم، وعنده دي بارك يقدر يتنزه فيهم، وعنده شاطئ امين، سمعتني، وعنده جامعات يقدر يقيسهم. هم هذا الموحول فيه، موحول فيه ما في تقدم شيء يسوى. من فشل الى فشل الى فشل. هاي هي الحقيقه. نحن عينا شو مرات نعودوا عادلين معاكم، نطلقكم نقاط شوي على شوي من الشغله تعدلوا. يا غير في العموم فشل للاسف الشديد. لقيت استصنتوا ولا لقيت لا تصنتوا؟ يا غير نحن علينا لا نبلغوكم تو، والله يلطف ودعناكم لله، الله يلطف.